ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم الاحد 6 فبراير شباط 2022. هتستغرب النهارده من نفسك، فانت هتبقى مبتسم وبتضحك طول اليوم ده، وهتبدأ الضحك من الصباح ومش هتدري السبب وراء انك مبسوط لليوم ده، مع ان عندك الكثير من الاعمال علشان تقوم بيها، لكن ده بيرجع للانجازات اللي انت حققتها خلال الفترة الاخيرة دي، هتخليك مبسوط اكتر ومش هتخليك مهموم من شغلك او حتى مضغوط منه، هتبقى فيه مبتسم اكتر لليوم ده. احذر اكتر من عصبيتك او حتى من انه ممكن يستفدك احد من زملائك اليوم في الشغل في فترة ما بعد الظهر، ممكن تتعرض للموضوع ده، فخليك هادي جدا وريح نفسك جدا من عصبيتك وما تتعصبش على اي حاجة وما تخليش اي حد يستفزك النهاردة. بالنسبة ليك في المساء، هيكون عندك الكثير من المواعيد والبرامج اللي انت هتتابعها اليوم بشكل مميز اكتر وهتستمتع بيها اكتر واكتر. فاليوم ده يوم حلو جدا ليك يا عذراء، عيشه كويس وابتسم فيه واضحك بكل قوتك. اليوم ده مناسب جدا ليك علشان تخرج من الضيقة اللي كنت بتمر بيها الايام اللي فاتت، فاستمتع بيه النهاردة جدا. بالنسبة ليك مهنيا، بالنسبة ليك مش هتكتفي بموقعك الحالي، ممكن يحصل بيك الركود النهاردة لدرجة الخمول الكامل، ممكن انك تأثر وتغيب عن الشغل في اليوم ده، ممكن حتى يعتريك شعور بإحباط وتستسلم استسلام تام. يعني بعد ما انت كنت حاسس انه في نجاح كبير انت بتعمله، في حصل ركود كبير جدا في العمل لدرجة انك ممكن تكون يئست او حتى قررت انك ما تكملش، بس انا بنصحك انك ما تحبطش ولا تخلي الشعور ده يتملك منك ولا تستسلم ليه. خليك قوي اكتر وانت قادر تتخطى الموضوع ده بسهولة اكتر، وهترجع احسن من الاول، فخلي عندك عزيمة اكتر يا عذراء. بالنسبة ليك عاطفيا، هتسعى لمزيد من الاستقلالية في اليوم ده، وهتبحث اكتر عن الحرية الكاملة ليك، علشان كده من الصعب انك تتقيد بشريك معين فيه. هتسعى انك تزيد من استقلاليتك وانك تاخد قراراتك بنفسك من غير ما يضغط عليك حد بانك تاخد القرار ده. بالنسبة ليك صحيا، هتهتم بصحتك وهتعتني بنوع الأغذية اللي انت بتاكلها، ممكن تشكو من زيادة في الوزن للأسف، فخليك حذر النهاردة يا عذراء، اهتم بصحتك اكتر وما تاكلش زيادة عن اللزوم، لانك ممكن لو اكلت زيادة عن اللزوم متعرض جدا لزيادة الوزن بشكل كبير النهاردة. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر، بيدعوك المناخ النجمي النهاردة للمغادرة المحمية الخاصة بك، يعني مغادرة بيتك، وتاخد مبادرات جديدة لليك، وهتحقق الأشياء دي وتحتفظ بشكل عام ببعض الإجراءات علشان تتجنب ارتكاب أي أخطاء ممكن ترتكبها اليوم ده، ممكن تندم عليها بعد كده، فخليك حذر. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر، ما الجديد في السماء ليك اليوم هيدفعك بمزاجك اللحظة دي للأمام أكتر، وهيهز طريقك الرمادي اللي انت كنت ماشي فيه، وهيطلق مشاريع جديدة وفرصة كبيرة جدا للمراهقين النهاردة على الحدة، ما تستسلموش لأكبر قدر ممكن من هطول الأمطار عليكم اليوم. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر، الجو كهربائي جدا اليوم ده، وهيتميز بالتجاوزات والانفجارات، لو كنت مش بترغب في انك ترتكب سلوك غريب وغير حكيم ودوامي النهاردة، وإثارة أعصابك مهمة، فمتدعش الآخرين يتصرفوا في مكانك اليوم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، ممكن نكون مستغرقين النهاردة في الإحباط اللي هنشعر بيه، وهتشعر بأن الجروح العاطفية القديمة كما لو كانت مفتوحة لغاية دلوقتي وعلى مصراعيها اليوم، بسبب أنه الصباح ده هيبقى فيه شعور بكده، وممكن يكون من الصعب أننا نعبر عن رغبتنا وحتى غضبنا بشكل أوضح وبشكل مباشر أكتر، ممكن أنه يكون ده أيضا ميل أننا نتمرد أكتر ضد رغبتنا أو حتى بنخطط للآخرين، ممكن نكون دفاعيين وحساسين أكتر. وبيعدي الجانب الإبداعي النهاردة في منتصف النهار من مارس أو نبتون، رائعا جدا للحركات الإبداعية،
في حين إنه ممكن من غير المحتمل إننا نواجههم وجها لوجه. ممكن إننا نشوف الطريق ده علشان نلتفت حول المشاكل بتاعتنا. بيواصل القمر عبور برج الحمل اليوم، ولما يدخل لبرج الثور في المساء، وبيحدث القمر الفارغ ده في المساء اليوم، ومع الجانب الآخر للقمر قبل ما يتغير العلامات لا مربع مع بلوتو، وبيصل لبرج الثور في المساء. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.